شو هالحكي؟ معقولة؟ يعني فوق حق أدقه؟ لا 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 مو هيك قصدي، بس سيارته اللي انضربت والحق مو عليه وهو اللي لازم يصلح على حسابه؟ يعني وين صارت هي؟ طيب طيب ماشي، سؤال تاني الله يخلي لي إياه، حسب قانون المرور العالمي على علمك قديش لازم تكون المسافة بين سيارتين ماشيين بقفة بعضهم؟ قديش؟ ايوه ايوه فهمت عليك. طيب معلش الله يخلي لي اياك، سؤال ثاني، اذا القداماني مثلا طلع قدامه ختيار شارد او شيء قطه نمروده واضطر انه يضرب فرام غصن عنه، قام الوراني فات فيه، ايه على مين بيكون الحق بهالحاله؟ طيب سؤال اخير تسلم لي عينك يخلي لي اياك، اذا الواحد انسرقت سيارته بعد كم يوم بتقدروا ترجعوا له اياها؟ الو الو انقطع الخط. انه بس بدي افهم، ما حدا حوى سياره بالبلد غيرك؟ الله يرضى عليكي، ذكريني بكره اتصل بالبلديه، بركي بزفتوا هالجوره اللي على طريق الاوتوستراد، حاكم صرت نازل فيها 3 مرات، الله وكيلك، راسي يطج بالسقف. اتزفتت ولا عمرها ما تتزفت؟ بدك تاكل هم الطرقات والحواير اكثر من الحكومه انت؟ طبعا بدي اكل همها، يعني اذا بدي انزل بهالجوره 2 مرات باليوم، مره بالروحه ومره بالرجعه، بظرف شهر واحد بتهرهر السيارة. طيب انت لا تجي من طريق الجورة، تعا من غيره. حبيبتي انا قبل ما اشتري السيارة طلعت استطلاع وكشفت على كل الشوارع المؤدية لبيتنا، قمت لقيت طريق الاوتوستراد انظف شارع فيهم. اخ اخ منك من هالسيارة، لك وجعني راسي ها. ولك يا روحي ليش بتزعلي اوام؟ هالسيارة لمعلوماتك مدفوع فيها دم قلبي، يعني شغل وقهرمي 23 سنة، سنة تنطح سنة. مثل ما بدك، يلي بدك اياه اعمله. ايه حبيبي، انت بدك طالعني مشوار، هاي سيارة وصار عنا. ولك انت بتأمري امر يا روحي، ولو اصلا انا ما اشتريت السيارة كلياتها الا حتى ريحك وطمن لك بالك، يعني فكرك انا بيهون علي تتشعبطي هيك بالسرفيس وتلحقي التكاسي؟ يعني بتعارض اذا كل فترة طالعتني مشوار؟ عارض؟ لك اسمعوا يا خلق، أنا العارض أنا عارضة، كلك حبيبتي هذا من حقك، حقك الطبيعي، أصلاً السيارة وصاحب السيارة كله تحت أمرك. ولك أنا شوفير عندك يا روحي، شو الحكي شوفير أنا؟ إلهي ما يحرمني منك يا حق. Thank you.
كالعاده صاير عم تتاخر كثير بالجاي على البيت. يعني لما كنت تطلع بالسيرفيس كنت توصل 4:30، هلا ومع انه عندك سياره عم توصل 5:30. شو بدي اعمل يا لميا؟ عشق الطرقات كثير صايره الطرقات معجوقه بهالايام. يعني بدك ياني نط فوق السيارات حتى اصل على بكير؟ هيك حركه المرور عنا، الشوارع ضيقه والسيارات كثيره، شو بدنا نعمل؟ ايه هذا واقعنا. ماشي الحال. المهم شو عجبوك الشوربات؟ فعلا السواقه عنا صايره مثل الشوربه، اما بالدول الاوروبيه ما بتلاقي جنس العجقه، والمرور ماشي مثل النسيم مع انه سياراتهم اكثر من سياراتنا. لا والسائق الماهر بيني وبينك هو اللي بيعتبر كل سائقي السيارات مجانين، وهو وحده العاقل، وبهالصوره لا يمكن يصير ولا حادث معه. مزبوط كلامك. عدولتي شو رايك بكره بعد الظهر نطلع على طريق المطار؟ لا والله ما بقدر اروحي. صح صح شوي حبيبتي. وليش بقى؟ لاني اخذ موعد مع شركه الصيانه مشان يفحصوا لي الموتور، سمعت فيه عني غريبه. اصبح منخليها لبعد بكره. بعد بكره بالذات ما بقدر، لاني بدي انزل لعند ابو احمد العربيني حتى يركب لي قفل مركزي احتياط، لانه ضروري الواحد يحتاط ويركب قفل مركزي. بقى خليني نام سلوى وبالي مطمئن، ما بدي احس اني قصرت بحق سيارتي. لكن بهالحاله ما في غير نهار الجمعه. اوعك لميا، اوعك تغلطي وتقولي جمعه وممعه. هاليوم بالذات حالف يمين اني ما حرك فيه سياره سنتي واحد طول ما انا عايش. اصلا وينك؟ كل الناس بدها تطلع سيارين وشمات هوا بيوم الجمعه، وهذا اللي بده يسابق هاد، والثاني بده يطحش على هداك، والثالث بده يطير طيران مشان يلاقي له شجره يقعد تحتها او فسحه حجب يبرطع فوقها، وكلكم والهوندايات وطرابركم ثاني. يعني بتلاقيهم مركبين 20 ولد وبنت بقفل هونداي او الطنبور، وعلى رقص وفقش ودق بالدربكه ونطوطه مثل السعدين. والله حرام يا لميا، والله ما بيجوز هالتصرف منوب. يعني قلبي بهب 100 هبه من خوفي ليسلت ولد او تتزحلط شي حرمه قدام سيارتي. يعني حتى انت اذا مرضتي طلعت روحك لا سمح الله لا تحلمي اني اسعفك فيه بيوم الجمعه بالذات. اما سمعة منشان شو شاريها لكان؟ مو منشان الشيء الضروري؟ ولك حبيبتي يلي بده يكون عنده سياره لازم يكون حابكه من جميع النواحي مشان يضل محافظ عليها من الحوادث والصدمات. ومثل ما بتعرفي المصلحين ما بيرحمون، الله وكيلك كل ضربه شاكوش وحده من ايد مصوج او مجلس سيارات قد كشفيه الدكتور اذا مو كان اغلى. خلص خلص انسالي الموضوع من عين اصله، لا عاد بدي روح سيارين ولا عاد بدي انضرب على قلبي. ليك والثانيه شلون بتحكي؟ طيب لميا بدي اسالك، يا ترى بتعرفي بين كل غيار الزيت والتاني قديش الواحد لازم يمشي؟ كم كيلومتر لازم يمشي فكرك؟ لميا؟ بدك شي تاني ولا روح نام؟ مثل ما بدك حبيبتي، بدك تنامي وتريحي عظامك قومي. بس وينك وينك؟ بدي منك الصبح الله يرضى عليكي تمرقي لعند جارتنا ام عبده زعبوبه، خليها تنبه على جوزها حتى تصب سيارته مثل خلو الناس، العمى بقلبه بصف لي اياها بالعرض، لا بخلي الواحد يفوت ولا يطلع. الله وكيلك يا لميا، امبارح انحشكت بين سيارته وبين حاوية الزبالة، انحشكت تماما. نص ساعة وأنا أرجع وأقدم بريمير وأنا ريه، بريمير وأنا ريه، هيك لحتى أطلع من هالزركة الملعونة. يمكن صرفت لي شي تنكة بنزين مشان خاطر أبو عبدو زعبوبة. لا وشو؟ متباهي فيها الأخ، إلك يخرب بيته وبيت بيته وكلها شقفة ضيقته، 57 لا راحت ولا إجت. لا والافندي بدشر لك كل الارصفه وما بيحلاله يصفها الا قدام مدخل البنايه. اصلا بنايتنا شو اللي مشرشحها غير سياره ابو عبدو زعبوبه؟ انت شوفي وقفه سيارتي قدام المدخل ما احلاها. ريته يسلم لي اللي خلقها على هالوقفه الاكابريه، الله وكيلك مثل العروس دقيله بترقص. الهي يحمي لي اياها من كل خدش وشطب وشحط. إلهي ينجيلي إياها من أولاد الجيران وطاباتهم ونقيفاتهم يا ربي. إلهي تنجيها من كل عين ردية وخصوصي عيون أبو عبدو زعبوبة. آمين يا رب العالمين. قولي آمين. أخي هي اسمها سيارة مو سحارة، والواحد لازم يداريها مثل ما بيداري رموش عيونه. مزبوط صحيح. كتير لطيف الجو اليوم. يعني لو حطوا لكل شوفير شرطي لا يمكن تنتهي الحوادث. اللي ليش اخي توفيق؟ ليش بقى؟ يا سيدي لانه نص الناس اللي عم يسوقوا عقلهم مو معهم،
عقلهم مو هون منوب، ما لهم علاقة بسواقة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، وشلون أخذين شهاداتهم ما بعرف. يعني مثل ما بيقول المثل، من قفى الطرش لورا المرش. بينا شغلة مفتكرين سواقة هيك يعني، شغلة سهلة، شلون من كان. شو رأيكم غير لكم المحطة؟ مليتوا شي؟ لا لا، شو تغيري؟ لا تغيري شي. في برنامج عم تابعه على الام بي سي. شو هذا البرنامج؟ كيف تقود سيارتك؟ معلش معلش مدام، اتركي جوزك على راحته. لا ويلي مجنني اكثر، هدول اللي بيسوقوا وهن حاطين ابنهم بحضنهم. لك يخرب بيتهم وبيت بيتهم، لو قاعدين بمرشوحه مو هيك؟ يعني بركي انتبهي ها، بركي دعس فرام على غفله. شو بصير بالولد؟ لك اخي طول لي بالك، ليش معصب؟ انت دير بالك على سيارتك والناس يصطفلوا. انا؟ يا ريت كل السواقين مثلي. سألوا لميا، يعني لو في جوائز بيوزعوها لأفضل سائق كنت أنا الربحان. ما في مجال. إن شاء الله دايمة صحة وهنا. إيه سيدي تسمحوا لنا؟ بكير لسه ما شفناكم. والله بكير، إذا مشان التوصيلة عادة بيوصلكم. يلا عادة وصلهم. نعم وصل الجماعة. معتي خير؟ شبك عادة؟ والله ما بعرف، معتي عم تفرق علي فرق، يمكن خبصت بالأكل أو أخذت برد، ما بعرف هيك عم ترغي رغي علي. إذا بدك شيء قل لي قبل ما أنزل. لا سلامتك، ما في شيء، هلا بكن الوجع بترجع طبيعية، نص ساعة زمان المسألة. يلا لكم، تسمحوا لنا. الله معكم حبيبي، مع السلامة، شرفتوا يا ميت، مرحبا. أهلا وسهلا مرحبا. أبو تعوا لعنا، مو ما نشوفكم. طبعا بنجي ما بنستغني، انبسطنا فيكم كثير. بس إن شاء الله تكونوا أنتم انبسطتوا بهالسهرة. لا لا انبسطنا كثير. يلا سيدي، تصبحوا على خير. أخي توفيق دخيلك، إذا ما فيها سئلة يعني. برم لك هيك برمتين حوالي السيارة وتأكد من بوابها إذا كانوا مسكرين منيح ولا لا. يعني إذا لقيت شي باب مفتوح بس صفر لي من تحت صفرة قوية بنزل لعندك دغري. تعرف تصفي؟ شو هاد؟ شو هاد لميا؟ ليش سفقتي باب السيارة بهلوة؟ ما قريتي شو مكتوب هون؟ الله يصلحك، ولا مفكرة حالك عم تسكري باب متحلي انتي؟ لا تأخذني، ما انتبهت، شو صار يعني؟ انتبهي مرة تانية، انتبهي، يعني هدول يلي صنعوا بواب السيارة مو أغبياء. السيارة بدها ايد ناعمة، مو مزربة، مو مخباطة. خلاص، مرة تانية رح أكون منتبهة، امشي هلأ. يعني فكرك شو بينزع المفصلات غير شلفتك لهالباب بهالصورة؟ ماشي الحال، وين بتحبي تروحي؟ من زمان وأنا حابة أطلع على قاسيون وشوف الشام من فوق. نفس تحت؟ دخيلك، شو رح تفرق يعني؟ بعدين يا روحي اطلع على فوق وبتقصف عمر السيارة قصف. عدي على صبيعك، هريان دواليب بيهتروا، ضوجان موتور بيضوج، حرق بنزين دبل، تحريق تصحيت كلهات بتصحيت. بس كل السيارات عم تطلع. شو بدي فيهن أنا؟ أنا علي من سيارتي. بعدين افرضي إنه الفرام انقطع ونحن فوق، شو رح يصير فينا؟ ليلي رح نهر أنا وياكي والسيارة من رأس الجبال ونروح معيس بكعب الوادي. ولي على قامتي، خلاص خلاص بلاها طلعت قاسيون، بس خلصني روح وين ما بدك. بتأمري أمر. شو هدو؟ جبت معي كم شريط كاسيت حتى نسمعهم على الطريق. نسمعهم على الطريق؟ هلأ سألتك بالله، أنا بدي سوق ولا بدي انطري؟ قولي يعني مخي شو بده يجمع ليجمع؟ وفرضي شي شوفير لوح مسرع وراي وبده يدوبلني وصار يزمر لي، شلون بدي اسمعه والمسجلة شغالة؟ وفرضي طقل له شي برغي أو نفس له شي دولاب، منين بده يوصلني صوته حتى دبر أموري؟
امنتوا بالله على هالنهار هاد ولك يقصف عمري قصف اذا بقيت اطلع مره تانية بسيارتك. لك شو صار لك؟ شو بكي؟ بتعرفي كم برغي هر بهالخطة القاتولية تبعي؟ بالظاهر ما قريت شو مكتوب على التابلو. لازم حط اللوحة بمكان بارز أكتر. يعطيك العافية. أهلي الله يعافيك. شو رأيك بهالصفة تبع سيارتي برا؟ الله وكيلك أكبر معلم ما بيجيب هيك صفة. أكيد صفة معلم. عجبتك صفتي ما هي؟ دخلك؟ الوقفة مسموحة هون؟ مسموحة. عظيم جدا طمنتني. أمر. علبة كلها باردة إذا بتريد. بسرعة. تفضل أستاذ. شكرا. يخرب بيتك يخرب بيتك وبيت بيتك لك العمى ضربك مالك تعصيص ولك دشرت كل سيارات العالم وما لقيت الا سيارتي حتى تنعرى. يا عالم يا خلق نادوا الشرطه حدا يبعث خبر ورا الشرطه. اوعك تنزل ولك اوعك تنزل اوعك تنزل بدي شرطه يزبطوك متلبس. لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله. ليش صار معي؟ معلش يا شو الحاجه؟ ما في داعي للشرطه الله يسترك. هلا بيعملوا لي قصه لانه ما معي شهاده سواقه. العنين ما معك شهادة سواقة؟ لكن ليش عم تنضرب على قلبك وتسوق سيارة؟ شو بالظاهر مصاريك كتار حتى عم تطروق بسيارات هالخلق؟ لك يا أخي ما صار شيء كلها شحطة صغيرة بالطبون. لك شو شحط أنت التاني شو شحط؟ إلهي يشحطوك شحط من شو شتك لبيت خالتك؟ لك مالك شايف شلون انبعج؟ خلص يا أخي أنا بصلح لك يا. لك ما بدي صلح شيء ما بدي صلح شيء بدي تدفع حقه. طيب مثل ما بدك تكرم عينك بدفع لك حقه بس انت روق. لوين يا اخي مشان نفوت لجوا خلص قبل ما الناس اللي تم علينا. تفضل ماشي الحال امشي لشوف امشي. يا اخي طول بالك بالفلوس ولا بنفوس؟ بالفلوس ولا بنفوس وعم تمثل كمان؟ بسيطه انا فرجيك. لكن عمى قال يا قاعدين يكفيكم شر الجايين ولك انا كنت هون وانت هنيك شو جابك من هنيك لهون مشان تضربني يعني ولا حدا دازك علي؟ انت يا اخي انت هدي لي حالك وما بيصير الا اللي بخاطرك. اخي انا ما رح اهدى ولا رح كن لحتى تدفع حق الطبون. طيب خلص بدفع لك حقه. قديش حقه شو بعرفني انا ما بعرف. هلا بتصل قدامك بالشركه هلا بتصل بيقولوا لي قديش حقه. هات المفتاح احتياط مصادر هلا بتهرب لانك الو شركة صيانة. يعطيك العافية. مين معي؟ حسان. مرحبا حسان كيفك؟ انا عادل سوسيت. اهلين وسهلين فيك ان شاء الله. ماشي الحال. وينك حسان؟
أنا شاري سيارة من عندكم وصار معي حادث وانخلع الطبون الخلفي. بقى فيك تقول لي قديش حقه؟ لا أصلي مو تايوان. عار كثير، أصبح بس يدفع لي المصاري جاي ركبه فورا. إي تسلم لي يا حسان، الله يرضى عليك. خاطرك. قديش قال لك حقه؟ 10,000 ليرة. 10,000؟ بس أنا ماني حامل هيك مبلغ. أصبح ما في طلعة من هون. يا أما قسما بالله بتصل بالشرطة فورا. لا يا أستاذ طول بالك، ما في داعي للشرطة. هلا بتصل بخطيبتي وخليها تجيب لك المبلغ فورا. خلصني، اتصل فيها لشوف. ألو مرحبا هدى، شلونك حبيبتي؟ شو شايف لسه ما نزلتي؟ بطلتي تروحي لعند أهلي؟ ليش يا حبيبتي؟ والله أمي بتحبك. ولك شو حبيبتي وما بيبتي؟ إلا على حق طبون خلصني شيء. طيب طيب حبيبتي، أنا عملت حادث صغير بالسيارة. لا لا اطمني، ما فيني شيء والحمد لله، بس أنا مضطر أدفع 10,000 ليرة فورا. تسلمي لي، جيبيهم وتعي بسرعة. إيه لا تأخري، لأنه مفتاح السيارة محجوز مع صاحب السيارة اللي انضربت ومو راضي يعطيني إياه قبل ما أدفع له المبلغ. إيه طيب، العنوان شارع الأمان سوبر ماركت الحرية. لا تأخري حبيبتي. أوك يلا باي. بتطول لتجي؟ ربع ساعة بالكتير، سيارتها معه. تفضل نشرب لنا شي شغلة لبين ما تجي. ايه لازم اشرب شي شغلة، حاكم طقطقت حنجرتي من كتر العياط. تفضل استناها برا. 2 عصير لبرا لو سمحت. ده كان اسمعها النكتة، هي احلى. كمان عن الشوفيرية؟ ايه. مرة كان واحد عم يحضر برنامج مسابقات بمحطة انجليزية. قام حالفه الحظ وربح سيارة حلوة كتير. قامت الشركة الانجليزية قدمت له اياها مشان يستلمها. قام ما رضي يستلمها واحتج. وليش احتج بقى؟ قال شو غاشينه فيها؟ مركبين دركسيونه على اليمين. هدى بعرفها سواقتها على قدها. ولك العمى بقلبك انت تانية، ليش هيك عملتي؟ مالك طاسه؟ العمى ضربك ضرب. ايمي هالنظارات من على عيونك، ايميهم برا مسخرة. يكسروا ايديك على العمل الهي، يكسروا الهي. ضاعت السيارة يا عهدي، ضاعت السيارة ما في كلام. ولك بس بدي افهم، عيونك، عيونك وين هون؟ نظرك وانتي سايقة وينه؟ بس الحق علي انا، لك انا اللي بستاهل. لك يخرب بيتي شو اني فجعان، كان ضروري ادو لعصير هلا. يا شماتة ابو عبدو زعبوبة فيني، يا شماتو. انا اسفة كتير استاذ وبعتذر. الله يسامحك يا هدى، كان لازم تنتبهي وتلقطي فرام قبل بمتر. ما شاء الله عنك انت التاني، شو فهمان بسواقة. شهادة سوق فيها ما معك وبدك تعطي نصايح؟ وينك انت وياها؟ هلا صار بدها الشرطه تجي لتعمل ضبط. هلا ما في مجال معي، ما في مجال ملوب. اوعك. الله يوفقك استاذ، عندي امتحان وبخاف الشرطه تحبسني كمان لانه ما معي شهاده سواقه. بيهون عليك انحبس. ها حبيبي ما معك شهاده؟ لك وما لقيتوا غير سيارتي لتتعلموا عليها الطرق والنعر؟ يطول بالك استاذ، شو صار؟ نصلح لك اياها على حسابنا. حتى ولو صلحتوا والسيارة انعابت، ومتى ما انعابت يعني نزل حقها للنص. يا شماتة أبو عبدو زعبوبة فيني، يا شماتو. إيه مو لهالدرجة. بعدين يا أستاذ سيارتك لازم تندعك، ما لازم تضل مدللة مشان العين الحسودة. وأنا ماني شايفة في داعي أبداً للتعصيب، كل شوي تخرمش صغيرة. هلأ هادي اللي طلع معك؟ بسيطة يا أستاذ بسيطة، حصل خير. خلينا نتصل بشركة الصيانة ونسألهم قديش حق الطبون الأمامي. تفضل
الو مرحبا حسان، انا عرفتني مو هيك؟ وينك؟ الله يرضى عليك، بدي اسالك عن حق الطبون الامامي. لا الله يسامحك، يعني معقوله اشتري سياره بالمفرق؟ بس صار معي حادث بنفس القرنه. لا الله يسلمك، لا ما بني شيء. قديش؟ طيب ما في مجال تبعتوا لي رافعه وتشحطوها لعندكم؟ العنوان شارع الامان سوبر ماركت الحريه. ايوه يا ترى بتطول الرافعه لتجي؟ عظيم جدا بشارعنا هي؟ كثير حلو. لكن خبروها بالتليفون. الله يرضى عليك. الله معك يا حبيبي، الله معك. شو ليش طلبت الرافعه؟ لكن بدك ياني خلي سيارتي مصدم لسيارات بقيه عيلتك؟ قديش قال لك حق الطبون؟ كمان 10,000. جايبه معك مصاري احتياط؟ لا بس ال 10,000 يلي قلت لي عليهم. على كل مو مشكله، انا هلا بتصل باخي وبقول له يجيبهم ويجي. ايه طيب اتصلي انت معه بما اطلع انا والاخ ونستنى الرافع برا. شري شري جاهزين استاذ. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يرضى عليك. ها سوق على مهلك. انا صاحب السيارة لانه دافع فيها دم قلبي. شو يا آنسة؟ تأخر أخوكي. فلا تأخر. غريبة مع أنه شغله قريب من هون. ليكون ملقى تاكسي. لا سيارته معه. ها إجا ماجد. شو شايفه جايب تاكسي؟ وين سيارته؟ أبصر. مرحبا يا جماعة. أهلين ماجد، شبك؟ وين سيارتك؟ شو اللي مسوي فيك هيك؟ شو بدي لكم لإلكم؟ خير شو في؟ هذا يا جماعة كنت ماشي بسيارتي بأمان الله وما بلاقي لكم غير واحد فجأة نط بوشي دب سايق رافعة جاري سيارة ورا. بألف زور هربت منه وقلت لحالي يا ولد بدال ما تفوت فيه فوت بالسيارة اللي شاحطها، لأنه بمعلومكم إذا فتت فيه بروح معس، يعني ما بعطس. كان شاحط سيارة لانسر؟ إي نعم لانسر. ولونها جردوني؟ ما بين معي بالضبط، دغري هبت فيها النار. طول بالك فؤاد، ما حلوة تبدأ الفطور قبل ما تجي خالتي. وين خالتك المصوم؟ كتير شمستها عالية، رح اتأخر على دوامي. هلأ فيقتها وعم تغسل وجاي لك. آخ لا حول ولا قوة إلا بالله، مطولة حردتها خالتك عنا هون. فؤاد وطي صوتك هلأ بتسمعنا. يعني والله مو حلوة، يعني مو حلوة وحدة بهالسن وبتحرد كل يوم والتاني، ايه مو حلوة منو؟ طيب شو بدنا نعمل؟ هيك عقلة. بعدين ضروري تحرد هون إلا تبيوت بالعيلة يعني. قال ما بترتاح نفسياً إلا عنا هون بالبيت. إيه لكان معها بيتنا كتير مريح نفسياً، خصوصي إنه غرفة ونص وبربع مطبخ وبربع حمام كمان. صباح الخير. صباح الخيرات. صباح الخير خالتي. يا
يلا طلعي على الفطور. انو فطور هاد؟ مو لحتى نشرب القهوه؟ انا بالنسبه الي يا دوب ازلط هالقمتين واتيسر على وظيفتي. انت طول عمرك هيك يا من ترك معجوق وملهوج، شو رح تهرب الوظيفه؟ صبي لي شاي. صبي. هلا انت مو ناوي تصالحي ابو خليل؟ انا فشرت عينه، اذا ما اجى لهون زحف على ايديه ورجليه واعتذر مني وطلب السماح لا يمكن خليه يشوف قصقصه ضفري. طيب اذا طيلسها وضربها طناش شو بتعملي انت بين حالي؟ ليكون متضايقين من وجودي هون؟ اعوذ بالله خالتي شو هالحكي، هذا بيتي، بس يعني فؤاد حابب يطمن عليك. ايه مزبوط خالي، يعني انا حبيت اطمن على مستقبلك العاطفي مع ابو خليل. ايه اطمن، ابو خليل ما بيقدر على فراقي ابدا، بس هو هيك يعني بيحب يتدلل شوي، بكره بتشوف شلون بيجي لهون زحف لحتى يصالحني. ايه ان شاء الله. الله وكيلك، بيتي صاير مثل المضافة، ومثل ما بتعرف البيت صغير وبضيق وبالزور واسعني انا ومرتي. ليش في عندك ضيوف غير خالة مرتا؟ اوهو لو وقفت الشغلة على خالة مرتي كانت هين المسألة، بس الله وكيلك صفيان بيتي مركز الحرد بالعيلة، يعني كل مرة بدها تحرد من جوزها لازم تجي تنام عنا كم يوم هيك لحتى يشرف جوزها ويراضيها. ولك حتى الرجال يلي عم يحردوا من نسوانه ويتركوا بيوتهم عم يجوا لعندي. فعلا مشكلة. بتصدق انه الاسبوع الماضي نمت ليلتين بالاوتيل؟ شو هالحكي؟ الله وكيلك هذا اللي صار، ما زاد لي محل نام فيه، شو بدي اعمل بحالي؟ بأوضة النوم نامت خالة مرتي، بالصالون نام نزار ابن حماي، بالمطبخ نامت مرتي، شو بدي ساوي انا؟ لملمت حالي ورحت على الاوتيل. فعلا يا اخي البيت صغير مشكلة، وبصراحة انت صار لازم تغير بيتك. غير بيتي؟ لك شو عم تمزح انت؟ اذا البنطلون يلي لابسه صار لي 4 شهور ناوي غيره وما عم بقدر، بقى شلون رح اقدر غير البيت؟ طيب انا عندي فكره، شو رايك تقدم طلب مشان تاخذ بيت باب المصطبه؟ شو هذا بيت باب المصطبه؟ يا سيدي هذا بيت تابع لمديريه الاثار، وكان مستاجره ابو رضوان مدير الديوان، وهلا انحال على التقاعد ورجع سلم البيت للمديريه. يعني بياجروني اياه؟ ليش لا؟ سعرك بسعر ابو رضوان مدير الديوان. دخلك؟ والبيت منيح؟ منيح كثير، فسيح ومشمس وبموقع جيد. شو الحكي ايمن؟ لك مثل ما عم قلها. طيب بايد مين هالشغله؟ يا سيدي انت قدم طلب للمدير العام واشرح له وضعه وهو بيتصرف. طيب شو بدي اكتب له بالطلب؟ اوهو علينا فلقتني، هات ورقه بكتب لك اياها. وعلى عيني. يعني ممكن ياجرونا البيت؟ والله المدير العام وعد انه يدرس الطلب بجديه. دخلك والبيت منيح؟ انا ما بعرفه، بس على هوا ما سمعت انه بنص البلد وكبير كتير. تعرف اذا زبطت هالشغله معنا بتكون انفتحت لنا طاقه القدر. هلا ليش كل الاد مخفوقين على تغيير البيت؟ شو بو هذا البيت؟ ما بو شيء ما بو شيء، بس ضيق علينا، ضيق شوي صغير، يعني مو حاسستي انه صغير؟ ايه بالعكس، هيك في كنكنة أكتر. وأنا من جهتي بحب البيوت الضيقة يلي حيطانها ضابة على بعضها، بتحس إنه الحيطان عم تتعانق مع بعضها معانا أو عم تتباوز. شايفة؟ شايفة قديش رومانسية خالتك يا منال؟ كل عائلتنا هيك، مو بس هي. شو؟ ما بين أبو خليل اليوم؟ هلا كل ما بتشوفنا رايقين تفتح لنا سيرة أبو خليل؟ والله كأني قاعدة على قلبك أنا. ولا يهمك خالتي، فؤاد قصده يطمن عليكي مو قصده شي تاني. ايه طبعا طبعا، فهميها لخالتك، يعني ما احلاني عم بقصد شي تاني. وحياة عينكم، رح تشوفوا شلون رح يجي زاحف على بطنه زحف مشان يعتذر مني ويطلب مني السماح. لكن هي بعيدة على اسنانه كتير، تطولوا بالكم وكل شي بوقته حلو. شو ابو خليل؟ مو ناوي تصالح المدام؟ بالوقت الحاضر ما عم فكر بالموضوع. لا يا ابو خليل، ايه مالك حابب هالشغله بنوب، لازم تفكر بالموضوع يا اخي. بصراحه انا ناوي انعاها كم يوم تانيات عندكم بالبيت حتى تتربى وما تعود تفتح لي المواويل مره تانيه. يعني ما بيمشي الحال بدون نقع؟ شو استاذ فؤاد؟ بتكونوا متضايقين من عادها عندكم بالبيت؟
لا أعوذ بالله، ليش لنتضايق؟ بيتنا واسع والحمد لله وكل شيء على أحسنه. بس أنا عم أقول يعني إنه مو حلوة وأنتم بهالسن تحردوا من بعضكم. إيه مو حلوة منو؟ لا تقدم من أم بطيخ من أم خليل، خلينا على تلعب. ماشي الحال. شاريك هات البشارة يا أستاذ فؤاد. خير؟ المدير العام وافق. وافق على شو؟ على تسليمك بيت باب المصطبة. شو الحكي؟ مثل ما عم قلها، والطلب وصل للشؤون الإدارية. روح روح، الله يبشرك بالخير يا أستاذ أيمن. هات ناشفة. لك أنت طلب وتمنى حبيب قلبي. لك أنا ما بدي غير سلامتك، ألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك بعمرك. لك تسلم تسلم يا فؤاد. تسلم لقلبي. إيه سيدي، شو الإجراءات اللي لازم أعملها هلا؟ أنا من رأيي تطلع لعند المدير العام وهو بيفهمك شو لازم تعمل. وهو كذلك. هوا هوا. طبعا أنت فيك تستلم البيت اعتبارا من أول الشهر. الله يخلينا ياكم يا رب. وطبعا الاجره رح تكون رمزيه يا سيد فؤاد، يعني شغله 500 ليره بالشهر مو اكثر، بيخصمها المحاسب من اصل الراتب. كتر خيركم يا سيدنا، فضلتوا علينا. وبالنسبه للاجراءات الثانيه بتساويها بالشؤون الاداريه. بس في شغله مهمه كثير كنت بفضل اقول لك عليها بنفسي لانها حساسه شوي. تفضلوا سيدي عم بسمع. انت بتعرف انه بالبيت في مكبس مي اثري. شو هاد سيدي؟ مكبس مي اثري. بيت باب المصطبة سيدي؟ اي نعم. وهالمكبس هاد اثر تاريخي مهم كتير، وطبعا نحن لازم نفتخر باثارنا ونعرضها لكل ضيوفنا العرب والاجانب لحتى ياخذوا فكره واضحه عن الحضارات يلي مرت على راسنا. اي طبعا طبعا سيدنا طبعا. وبناء على هالشيء جرت العاده انه كل ضيوف وزارتنا وبعض الوزارات المجاوره نزورهم بيت باب المصطبة ليشوفوا مكبس المي. حلو سيدي، حلو كثير، مو غلط ابدا. يعني لازم الأجانب يعرفوا إنه نحنا لما استعملنا مكبس المي كانوا هن لساتهم عم يغرفوا المي. يعني لا تأخذني بالأفة والسطل. ها لهالشي هاد هلأ كل المطلوب منك تسهيل هالزيارات هي وتأمين سبل الراحة لضيوفنا لحتى ياخدوا انطباع جيد عن شعبنا. ولا يهمكم سيدنا ولا يهمكم، ولو من هالناحية أنا رح أقوم بإذن الله بالواجب والزيادة. بس بدي إياك ما ترتعب من الحكي، بجوز تمر السنة كلها ما يزورك حدا فيها، وبيجوز تنعجق شوي بأيام المهرجانات والأيام الثقافية والمواسم. يا سيدي باب بيتي مفتوح بأي وقت. وهيك نحن عشمنا فيك يا سيد فؤاد، وهلأ بإمكانك تروح الشؤون الإدارية تتابع الإجراءات. كتر خيركم يا سيدنا، فضلتوا. شكرا. الله يخليك. مع السلامة. لك يا سلام يا سلام على هيك بيوت، يا هيك بيوت يا أبلة. بصراحة ما كنت متوقعته هيك، يعني قلت لحالي يمكن يعطوك بيت مهرهير وعايف حاله، يعني ما توقعته هيك مرتب. هذا حتى تشوفي جوزك قديش مهم. بس بتعرف كأنه هالبيت وهير يعني ناقصه هيك شوية ونسوا حركة. قلتك لا، ولا ألعن من هيك، ما عاد حدا أجا زارنا. يمكن لأنه لسه ما تعودوا على عنواننا الجديد. لا وما عاد حدا حرد عنا. بتتذكري قديش كان يجينا حردانين على هداك البيت؟ هلأ ما عاد حدا هو من ناحيتنا منه. عجبك على هالحظ؟ ودخلك خالتك أم خليل شو أخبارها؟ سمنة وعسل هي وجوزة. هلأ صاروا سمنة على عسل؟ من طول عمره أبو خليل مطايقة لخالتك. ما بعرف شو صاير معهم، بس انقلبت أحوالهم فوقاني تحتاني. ما بدك تنام؟ بلا، بس لخلص نفس هالأرجيلة. إلا كان تصبح على خير. مرحبا فؤاد، بسلم عليك المدير العام وبيقول لك إنه لازم تروح اليوم بكير على البيت لأنه رئيس الوفد الهنغاري جاي يزور مكبس المي. إيه، هلا بخلص المعاملة اللي بين إيدي وبمشي فورا. My friend, it's pistol water. وهذا البيستوم ووتر يعني مكبس مائي من أهم آثار الحضارة الهلنستينية. النساء الهلنستينيات كانوا يطالعوا فيه الزير من البير.
أما الرجال الهلنستينيين فكانوا يستخدموه لكبس المخلل. بيجل بيجل كبس بيجل بيجل مخلل. جاستن جاستن في سوم ووتر فؤاد إذا لقينا واحد مثله راح أبعته معكم على بلادكم. لك شو بيعرفني وانا الثاني رح اموت من جوعي كمان. حلوين طالعون من هون بالغدا يا حبيبي، ومنين بدنا نلحق لهم هدول؟ بعدين بيكونوا حاجزين بشي مطعم. طيب وشو عم يحكي هذا؟ شو بيعرفني؟ يمكن عم يحكي بولوني هذا. Ladies and gentlemen, will you please come on to drink tea? Come on please, come on. ألو نعم، احتراماتي، إيه نعم موجود، السيد المدير العام. ألو نعم، نعم سيدنا، نعم يا سيدي، إيه حاضر، حاضر مثل ما بتأمروا، الله معكم سيدي، الله معكم. خير، شو عم يقول لي روح بكير على البيت لانه جاي وفد من جمعيه المراه ليزوروا مكبس المي. ومكبس المي هذا من اهم اثار الحضاره الهلنستينيه. النساء الهلنستينيات مين هن الهلنستينيات؟ هي تبع الحضاره كانوا يستخدموه لحتى يطلعوا الزير من البير. شايفين كيف؟ اما الرجال الهلنستينيين فكانوا يستخدموه لكبس المخلل. ومن المعروف تاريخياً أن الآراميين هن أول من اكتشفوا المخلل، وهذا الاكتشاف الغذائي العظيم انتقل من هون إلى كل حضارات العالم. عم تسألوني كيف وأنا رح جاوبكم كيف. البعثة الأثرية اليابانية اللي بعتوا وخصوصي لهون. استمدياتك لك هلأ شلون كانوا يكبسوا المخلل بمكبس الماي؟ لك هلأ اسمعي بسطحي، هذا اللي شايفتيه عم يحكي مهندس ميكانيكي عنا بالدائرة، ما له علاقة بكل هالشي وما بيعرف الله وين حاطه، حتى بالميكانيك ما بيعرف يفك بالريق. شوفوا معي لشوف هالرسوم الموجودة على جسم المكبس، هي رسوم رومانية، وهذا دليل على انه الرومان استخدموا هالمكبس هاد بعد ما اجروا عليه تعديلات حتى قال يوهمونا انه هن اللي اخترعوا. لك شو بيعرفني؟ شايفه مسترسل بالحكي والشرع. انا رح دوب من جوع. هو انا على اضراب. بندوا هذا الرأي. طيب والحل؟ شو بيعرفني؟ طمني، ان شاء الله مبسوط بهالسكنة يا سيد فؤاد. ماشي الحال سيدي. ماشي الحال. عظيم، عظيم كثير. شوف يا فؤاد. نعم سيدي. بدي بشرك بشارة حلوة كثير. خير سيدنا؟ تفضل تفضل ارتاح. شكرا سيدي. بعد بكره شو؟ بعد بكره الخميس. بعرف الخميس، بس قصدي شو المناسبة؟ والله ما بعرف ليش، في مناسبة سيدي؟ ولو يا سيد فؤاد، بعد بكره في مناسبة مهمة كثير. وشو هالمناسبة بقى سيدي؟ خميس البيض يعني؟ لك شو بيض وما بيض أنت الثاني؟ بعد بكره عيد الآثار العالمي. شو الحكي سيدي؟ عيد الآثار العالمي؟ إي نعم. ان شاء الله كل عام وانتم بخير يا سيدي. وانت بخير يا سيدي. الله يخليك، وان شاء الله هيك يعني العيد الجاي بتكونوا هيك باعلى المراتب باذن الله. المهم هلا نحن اخترنا مكبس المي اللي ببيتك ليكون مكان الاحتفال اللي ناويه تعمله المديريه بهالمناسبه. ببيتي انا؟ اي نعم، مشان هيك بدنا اياك تجهز البيت منيح وتشطفه وتنظفه وتزينه بشويه اعلام وضوئيه. على حسابي انا؟ هلا في فرق بيننا وبينك؟ على كل حال اطمن، اطلع على سقيفة البيت رح تلاقي كل شيء موجود فوق على السقيفة. لا تخاف، ما رح نخليك تدفع من جيبتك ولا قرش واحد. كتر خيركم يا سيدنا. وهلا بامكانك تتيسر على البيت وخذ اجازة بكرة مشان يوم الخميس تكون جاهز. حاضر سيدي بامرك. الله معك. السلام عليكم. مع السلامة. هنا هل سمعتم؟ We'll be right back.
أسارنا لنا حرام على أعدائنا. نوشي كافي. نشكر نشكر نشكر. انظروا إلى هذا المكبس، انظروا إليه، انظروا إليه ليخبركم بعظمة هذا المكان. هنا ملتقى الحضارات، هنا ملتقى الثقافات، هنا مغامرة العقل الأولى. فلتسمع الدنيا بأننا مهد الحضارات، بأننا أصحاب هذا المكبس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوشي كافري. نشكر نشكر نشكرك. ينكسر ظهري ولك كتريك هزيني من ايدك بتعساعدني. ما بقدر يا منال، ما بقدر. الزينة مستلمة وموقع عليها، وبخاف ينقصله شي علم او شي حبلة يعملوا لي اياها قصة وصيرة بعدين. ولك كانت باطلة ومحولة هالنقلة لهالبيت، كنا قاعدين ببيتنا وكافين الناس خيرنا وشرنا. قلتك قال فرحنا بجاجة اكلناها بريشة. بعدين وين خالتك؟ ما تجي تساعدي؟ طلعت سيران هي وجوزها. هلأ على حظنا اتفقوا. دخيلك يا رب. ما عليك فوراً فوراً لك شحن. لا 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 ولا يهمك. روحي روحي قوم تقدر. قولي على قامتي. صح الله قولي على قامتي. رجلي اصبعي. لحظة 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 لحظة. ايه ايه على مهلك على مهلك. لحظة يلا على مهلك. اخ ايدي. وهي المفاتيح يا سيدنا، وكتر خيركم والله يخلينا اياكم. طب انت ليش بدك تسلم البيت ليكون اتضايقت من هالكم احتفال اللي صاروا عندك؟ اعوذ بالله سيدي، اعوذ بالله. معقوله اتضايق من الاحتفالات انا؟ بس يعني بصراحه. ايه بصراحه انا مو قد هالحمل، مو قد منوب. يعني هالمكبس يعني الله يسلمه مسؤوليه كبيره. ولا تنسوا انه هالمكبس اثر تاريخي مهم يا سيدنا، ارث حضاري نادر، وصعب كتير على مواطن بسيط مثلي يحافظ عليه ويراعي هيك تحفة نفيسة يا سيدنا. طيب بسيطة، زين على الشؤون الإدارية وتابع إجراءات التسليم. حاضر يا سيدنا، كتر خيرك. شكرا. مهديات يا رب. خي فعلا يا منال ما في احلى من هالبيت، فعلا ما في. صحيح، يعني هو صحيح البيت صغير علينا وعلى قدنا، بس على القليله قاعدين فيه راحتنا وعلى 24 ايراد. لا وما في مين يزعجنا على الرايح والجاي. افتحي الباب منال دخيلك. مساء الخير فؤاد. آسفة كثير لأني اجيت بهالوقت. خير ام خليل؟ شايفك جايبة شنطتك معك. ايه والله، تخانقت انا وابو خليل وجاي احرد عندكم كم يوم.